طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف الورى وسيد الخلق والمرسلين. تحية طيبة وخالصة لجميع الحضور الكريم. أتمنى أن تكونوا بخير وأتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. درس آخر من دروس اللغة الإسبانية برعاية أكاديمية الجيل الجديد للتعليم المجاني أونلاين. تحية قبل البدء لجميع جنود خفاء هذه الأكاديمية الرائعة، جزاهم الله خيرا ما يقدمه. درس اليوم إن شاء الله بإذن الله هو درس عنوانه عن الأيروبورت. عن الأيروبورت من يمكننا إن شاء الله. نعم في المطار. أيروبورتو. أيروبورتو هو المطار. أيروبورتو. إن الأيروبورتو في المطار. أجواج. Por favor, señorita. Por favor, señorita. لدينا señor. لدينا سينيورا، لدينا سينيوريتا، سينيور وهو سيد، سينيورا سيدة، سينيوريتا وهي كنيسة. إذا por favor تاني الكل يعرفها، por favor فضلك please. نعم جدا بزيك بزيك آخر. Por favor señorita. ¿A qué hora tiene la salida el avión para Madrid? Ok, Madrid معروفة. Avión أيضا تكون معروفة ما دمنا نحن في المطار. إذا نتحدث عن أبيون يعني يكون نتحدث عن أبيون يعني لأننا نحن في المطار. إذا أبيون نتحدث عن طائرة. إيش وإيش por favor señorita a qué hora a qué hora tiene la salida. La salida وهي بصفة عامة لدينا salida الفعل salir وهي خرجة. مساليدة وهي الخروج. مساليدة وهي الخروج. مساليدة. نعم. لا انترادة. لا. جيدا. السالدة الخروج في المطار يكون هناك أبواب باب الخروج والدخول وهناك وصول. السالدة وهي الخروج. لا انترادة وهي الدخول. لا جيدا وهي الوصول. إذن por favor señorita a qué hora في وقت لا هورا وهو الوقت a qué hora ويقال a qué hora في وقت تيني يعني هناك لديك فول ما يقال بويلو اللغة الإسبانية نقول بويلو. الآن شو معي ما معنى بويلو؟
Bueno. نعم رحلة. لا لا زوجين زوجين. أعمل تسليم للزوج قبل بداية المحاضرة. Por favor, señorita, ¿a qué hora, qué وقت tiene la salida el avión طائرة para مدريد؟ نعم، لما تكون هناك رحلة طائرة تسمى بولو، بولو، البولو، الفولو، جميل. أوكي، ألاس أوتشو y media a las 8:30 o mejor dicho a las 8:30 a las 8:30 a las 8:30 a las 8:30 bravo. Usted tiene que presentarse una hora antes en el mostrador número 6 para facturar el equipaje. Usted con usted el machete señaló y el ejercerá por respeto, por respect, puro respect. El ejercerá tiene que presentarse. Llegó al jodor. قبل una hora ساعة قبل antes ما وجدت antes هي قبل بمعنى ما وجدت قبل وليس الكونتراري ده antes برافو عديد después وهي antes En el mostrador, هناك مجموعة من los mostradores في المطار، هناك الممر، الممرات وكل مستردور، المكان الذي يوضع فيه الأمتعة إلى آخره، مستردور، نويرو 6، رقم 6، لماذا؟ para facturar el equipaje. أجل عمل فاكتورة أو لأمتعة لإكيباخي الإكيباخي وين؟ إن الأيروبورتو Por favor, señorita, ¿a qué hora tiene la salida del avión para Madrid? A las 8:30. Usted tiene que presentarse una hora antes en el mostrador Número 6 para facturar el equipaje. Por favor, señorita. Suel, ¿a qué hora tiene la salida el avión para Madrid? Y tú, te vas a ir a Madrid. A las 8:30 de la noche, mi nombre es. Usted tiene يجب عليك أن tiene que presentarse una hora antes الحضور قبل الولو بساعة قبل antes en el mostrador número 6 رقم 6 لماذا para facturar el equipaje سنشاهد كيف يتم ذلك اوكي لحد الساعة انتم معي في نفس الطائرة اسمعي اون presentarse الحضور presentarse وهي الحضور وعليك الحضور قبلها بساعة اون tenemos media hora aún tenemos media hora عندنا الساعة تماما aún tenemos media hora
ما يكون هناك شيء عبارة تقال أو إن تنموش كوارتو دي أورا كوارتو دي أورا أو إن تنموش دي أو إن تنموش ميديا أورا أو إن تنموش نهار يعني عندنا وقت بين قوسين ¿Te apetece tomar un café? ¿Te apetece tomar un café? ¿Te apetece? ¿Te apetece tomar un café? ¿Te apetece jugar el tenis? ¿Te apetece ver el tele? Tomar, قلنا في المحاضرة الماضية قلنا أن تمار هي شاهدنا في آخر محاضرة تمار أخذ SOS تيك من يذكرني بالجملة التي أخذناها في المحاضرة السابقة أتذكر أنا أيضا كانت لي محادثة de compras Buenas tardes, ¿qué te sirve? Quiero comprar unos zapatos, los tiene de pie, sí, me gusta el modelo que tiene el escaparate. ¿Qué número calza usted? Creo que debe ser número solo. Tenemos números pequeños, pero déselo saber cómo le queda. Gracias. Tomamos en el cancho. Tome, dale la tome estos marrón negros a donde la ajena. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, aún tenemos media hora. ¿Te apetece tomar un café? El churidina, o churid, o chorp, o chile, o agua. ¿Te apetece tomar un café? هل عندك الرغبة؟ تابتسي يعني رغبة في الشيء. مثلا تابتسي أبرندر إسبانيول؟ سي نعم. بيديمي un café con leche. بيديمي un café con leche. Pedir il fel uno o pedir. Fel o pedir è un verbo irregular, verbo chate. Ad il fel uno talab. Talab. Pedir uno talab. Si pideme un caffè con leche, la leche o il halib. Caffè maro. Mientras yo voy a comprar cigarrillos. Especificamente sos. تدخن سيجاريج وهو تدخين وهو السيجار سي بيديمي ان كافي كون ليتشي قهوة بالحليب مينتراس مين معنى مينتراس مينتراس جو بوي اكومبرار انا لا كومبرار شاهدنا في الدرس الماضي قال لها بونس تاردس كي ديزيا قالت له بيلار Independiente, quiero comprar unos zapatos. Van a comprar. Bravo. Mientras voy a. Mientras voy a. Pídeme un café, subí el agua, mientras su ana se atrevo, voy, fel uno o ir, facate charifo, fel uno o ir, voy, fel uno o ir, o aydan fel muer montón. Voy a comprar, si hay una compra de gestión matía, compra es un verbo regular, montadio, cigarrillos o ahí, etc. Atención,
Atención, charlas de chica. Señores, pasajeros, 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 français, pasajeros o un trucker, con Sefirina, con destino a Londres, con destino a Londres, destino a Londres. بنا نقول مثلا بصفة عامة الديستينو هو نقول نحن المسلمون واسترو ديستينو اشبه عليك انت عارفنا الوجه هنا الوجه ولكن ديستينو وهو نقول بانه نقول بالديستينو في الاسلام هو نقول واسترو ديستينو لا ليس قبلة ذهبت لي باللغة العربية نقول مثلا قضاء والقضاء يعني تقول مثلا هذا هو قضاء هذا هو قضاري هذا هو ايش لي ديستين ونوسترو ديستين كون ديستينو a لندرس كون ديستينو a لندرس الوجهة وهي لندرس Le destin, est-ce que c'est français? Non, le destin en français. Dirigez-vous à la puerta de embarque numéro 6. On a qu'un sur le moteur, le dîner de la moteur, et qu'on a qu'un voie. C'est qu'un voie tout seulement, portas de embarque. تمر في الأمتعة وتأخذ تذاكر إلى آخر سمى بورتاس بورتا وهو إمبارك الإمبارك وهو أخذ تذاكر تمر الأمتعة والحقائق إلى آخر ديريخانسي وهي ديريخير وهي تجيو توجهوا من فضلكم إلى الباب الإمبارك رقم 6 Señores pasajeros, con destino a Madrid, diríjanse al mostrador número 6 y facturen su equipaje. Fácil con tu show. Ir al mamar, rapam, si ya, o mostrador o el sabcinam en mercán al-Nadí. Tu ojas menú, chetkir, o chamorro menú, al-Amchia. O al-Amchia, cabla chetkir. Número 6 y Facturen su equipaje. En el caso de la Chair 1. Es la factura. Es la equipaje. El equipaje. Facturar. Facturar. Por francés. Si facturar. سنشاهد شرح أوضح هنا في إس أكي دونde tenemos que facturar el equipaje هل هنا السؤال للشخص الذي موجود يعني فاكشير هل تعرفين معنى فاكشير فاكتورا كفرنسية فاكشير عندما تمر الأمتعة نحاول أن نعرف كم كيلو في الأمتعة ونأخذ فاكتورة حسب عدد الكيلو الموجودة في الأمتعة ونوضح الآن أكثر إذا أكيدون دي تنموس في فاكتورة الإكيباخي هل هنا هذا هو المكان الذي يمكننا تكون من دائما الفاكتورة للإكيباخي للأمتعة سي بور فابور بونغان الفيربو بونير وأيضا سو فيربو إيرجيكولا غير منتظر أوكي بونير بور فابور من فضلكم سي بور فابور فاتيكم pongan las maletas, maletas o ellas,
حقائب بونغان بونيري تا إيش إيش إلا باسكولا. باسكولا هو المكان الذي تمر منه البضائع وهو عبارة عن ممر تحرر. باسكولا باسكولار سبعة عام متعين تحرر. La maleta negra pesa más de 20 kilos. طبيعة الحال أغلب الويروس يعني الأشياء التي تمر في باسكولا يجب عليها أن تتعدى 20 كيلو. أغلبه هناك من يعني مرر 15 هناك 20 لكن أغلبها 20. إذا فوق 20 كيلو مسموحة، تحت 20 كيلو مسموحة، فوق 20 كيلو يجب يعني أن تكون هناك يعني أداء. usted tiene que pagar. pagar ما معنى pagar؟ صرحته منذ قليل الآن وأنا أتحدث. exceso de equipaje. دفع. إيش إيش. pagar. هي دفع. pagar. طبيعة الحال نحن نسمح لحضرتكم بعشرين كيلو ولكن فوق عشرين كيلو يجب دفع المصروف الذي سنتفق عليه والمتفق عليه. usted حضرتك tiene يجب عليك que pagar exceso هو المعترف به de equipaje. ves como tengo razón. ves هو مع صديقه. صديقه يقول له ves الverbo هنا ver وهي ارشاد. ارشاد ما قلت لك انا عندي انا محق انا ما قلت يعني بالنسبه لكلامي كلامي صحيح انه ان صديقه كان قد قال له يعني هناك الانشاء التي تحملها وهي اكثر من 20 كيلو. بس كومو تنغو راسون. تنغو راسون يقول لك شخص يقول لك شخص ويقال تنغو الرسول يعني أنا محب. تنغو الرسول جيريز فرنسي. como tengo razón no se puede viajar con tanto equipaje. no se puede فعل آخر وهو poder أو فعل غير متصدر فقط لتتعرفوا عليه. بيخار فعل آخر وهو فعل منشادق. بمعنى بيخار بمعنى نتحدث الآن عن فوياج رحلة. أشوش رحلة بيخار وهي سفر. نعم. بس كومو تنغو رازون نو سي بويدي بيخار كون تانتو إكيباجي. لا يمكننا أن نسافر بأمتعة كثيرة حقائب عدة حقائب فقط هذا ما أراد أن يقول. حبسها كل مفهوم. سي إس بيردان. نعم أنت محق. بيردان غيتك. سي إس بيردان أنت محق. بيرو ولكن يو نو سي كومو es el tiempo en Madrid durante la primavera. yo no sé فعل آخر وهو فعل saber وهو فعل غير منتدى. yo no sé yo no sé لا أعلم. yo no sé cómo es el tiempo مدريد دورانت لا بريمافيرا. لا أعرف كيف سيكون الطقس في مدريد في ما معنى بريمافيرا؟ ما معنى بريمافيرا؟ بريمافيرا
نعم بسنتم هو فصل الربيع، la primavera fosse il rame adesso e por eso llevo ropa tanto de verano como de entretiempo. ولي هذا الغرض saber هو savoir verbo saber. ولي هذا الغرض e por eso هذا الغرض llevo يعني llevo ropa tanto de verano como de entretiempo. Yani es el verbo llevarse. مثلا هنا يقول أراد أن يقول أنه ولا يعرف طقس موجود في مدريد لهذا الغرض الذي هو يحمل أمتعة أو الروبا وهي اللباس الصيف وال الناس الخريف إلى آخر إنترتين مطخطم فقط. هذا هو الدرس سي إس فيرداد pero yo no sé cómo es el tiempo en Madrid durante la primavera y por eso llevo ropa tanto de verano como اي entretiempo chapters رحلة موفقة أكاديمية شيء جديد أتمنى أن تستفيدوا وأنتم تستفيدوا من هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس آخر من دروس الإسبانية في الولايات المتحدة.